السلام عليكم. يمكن احنا هنا معاكم عشان نعرف جماهير الزمالك الحقيقة، نعرف جماهير الزمالك ما خلف الكواليس، نعرف جماهير الزمالك امور كتيرة غايبة عن ذهنها، وعشان محدش يضحك عليك وعشان محدش يقعد يودينا ويجيبنا. الحلقة دي مهمة جدا لاتنين لعيبة جمهور نادي الزمالك محتاجوا انه يعرف الخلاصة فيهم، احمد سيد زيزو وفرجاني ساسي. خليكم معانا لنهاية الفيديو. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم اصدقائي مشاهدي ومتابعي برنامج بعد الماتش. النهارده احنا معاكم في حلقه جديده، بس في البدايه لو زملكاوي وبتحب دايما تتابع الاخبار الجريئه والحصريه لنادي الزمالك وتحليلات ما بعد مباريات الزمالك، فاكيد اسعدنا اشتراكك معنا في القناه وتفعيلك لزر الجرس. وفي نهايه الفيديو لو الفيديو عجبك اكيد هتدعمنا بلايك للفيديو. هنبدا في البدايه باحمد سيد زيزو. احمد سيد زيزو اللي جمهور نادي الزمالك بالاجماع زعلان منه، احمد سيد زيزو اللي جمهور نادي الزمالك يعني بنسبه كبيره قالب عليه بسبب مستواه، بسبب حاجات كتيره جدا. مستوى احمد سيد زيزو اللي هابط، مستوى احمد سيد زيزو اللي في النازل، مستوى احمد سيد زيزو اللي ما يأهلوش انه يخش المنتخب، وكل جمهور نادي الزمالك بيسال وبيتساءل ليه احمد سيد زيزو دخل المنتخب رغم ان جماهير كتيره او شريحه كبيره من جمهور نادي الزمالك بيطالب ان هو يقعد احتياطي، بيطالب ان هو يكون في البدلاء، انما الكابتن حسام البدري بيفاجئنا وبيضم احمد سيد زيزو للمنتخب في امر غريب وعجيب. كل جمهور نادي الزمالك عارفين ان احمد سيد زيزو والده اهلاوي كبير جدا جدا ومتعصب للنادي الاهلي. كل الجماهير الزملكاوية عارفة ان والد احمد سيد زيزو بيخطط لانتقال احمد سيد زيزو الموسم القادم للنادي الاهلي. كل جماهير نادي الزمالك عارفة ان وكيل احمد سيد زيزو وهو الاهلاوي الشديد جدا 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 وكيل اللاعبين نادر شوقي. نادر شوقي ياما خدم الاهلي في لعيبة، وياما كان بيظبط النادي الاهلي في امور كتيرة تخص التعاقدات، انما ان وكيل احمد سيد زيزو هو نادر شوقي ده يعني بيبقى فيه ريبة كبيرة، وبالاخص باللي بيحصل اليومين دول زي ما قلت لكم سوء مستوى ووالد احمد سيد زيزو. زيزو خلاص يعني هو خلاص بيخطط الموسم القادم ان هو يكون موجود في النادي الاهلي على حسب رغبة والده، رغم ان زيزو عنده عرض من بيراميدز، عرض مالي كبير، انما زيزو بيخطط الموسم القادم ان هو يكون متواجد في النادي الاهلي. والده بيعمل مساعي كبيرة جدا، نادر شوقي ابن النادي الاهلي بيعمل مساعي كبيرة جدا. هل زيزو بيطفش او يعني بيزهق الزملكاوية من ادائه؟ الله اعلم. زيزو في تجمع المنتخب نزل صورة، الصورة دي هقول لكم ايه علاقتها بالكلام اللي احنا هنقوله دلوقتي. نزل صورة مع محمد شريف نجم النادي الاهلي ومع مجدي قفشة نجم النادي الاهلي، وزيزو قبل كده كان ليه تصريح انه هو بيتمنى او بيفضل اللعب دائما بجوار محمد مجدي قفشة نجم النادي الاهلي. التصريح ده اغضب جماهير نادي الزمالك، وجمهور نادي الزمالك مستواك وحش ووالدك بيسعى انك تنتقل للنادي الاهلي، زائد انك جاي تقول تصريح ان انت بتحب تلعب جنب مجدي قفشه، وجماهير نادي الزمالك زعلت بشكل كبير جدا. يقوم زيزو يعمل ايه؟ بدل ما يهدي الموقف لا، يزيد البله طينه، يتصور صوره مع مجدي قفشه ومع محمد شريف نجوم النادي الاهلي. انا ما عنديش مانع ان انتوا صحاب مع المنتخب وبتتصوروا مع بعض، وانت كنت ممكن تتصور مع صلاح، كنت ممكن تتصور مع زميلك السابق مصطفى محمد، واكيد انت تصورت مع ده كله، بس انك تختار ان انت تنزل صورتك مع مجدي قفشه ومحمد شريف، هل انت بتخطب ود جماهير النادي الاهلي؟ قول لنا، قول لنا عشان نعرف. طب ما نزلتش ليه صورتك مع نجم العالمي من افضل 2-3 لعيبة في العالم محمد صلاح؟ ليه ما نزلت صورتك مع صلاح على صفحتك؟ ليه ما نزلت صورتك مع زميلك المتألق المحترف اخيرا مصطفى محمد؟ ليه؟ اشمعنا قفشة واشمعنا محمد شريف وبتستفز جماهير نادي الزمالك مرة تانية؟ ليه؟ انت بتتعمد تستفز جماهير نادي الزمالك اللي هم اصلا مش طايقينك بسبب مستواك السيء؟ انا بقول لكم بنسبة كبيرة جدا، ودي يعني مش عايز اقول لكم تتخطى 90-95%، بس احمد سيد زيزو الموسم الجاي هيكون فيه مشكلة. اتمنى من ادارة نادي الزمالك تحسم الامر
تحسم الامر، تحسم الامر، والا كده زيزو يقعد على الدكه ونشوف بقى ونشوف بقى ونشوف بقى. اصلا مستواه وحش، وانت السنه الجايه بنسبه كبيره انت ممكن ما تكونش معايا. عقدك ممتد. طب ما كان كهربا عقده ممتد وراح النادي الاهلي، عادي جدا الاهلي يعمل اي حاجه. الاهلي لما بيعوز لعيب بيجيبه. دي الخلاصه. اتمنى من مسؤولين الزمالك يا اما تعالى يا زيزو مدد عقدك وما يتحطش فيه شرط جزائي، يا اما اقعد على الدكه جنب اخواتك جنب حبايبك عشان تعرف ان الله حق. وانت اصلا مستواك لو قعدت على الدكه مش هتاثر لا من قريب ولا من بعيد في فرقه الكوره في نادي الزمالك. دي شهاده قدام ربنا لازم اقولها. تعالوا بقى يلا بينا نروح على التوكه والضفيره والنجم التونسي فرجاني ساسي. الموضوع بتاع فرجاني ساسي خلاص كلكم عارفينه، وغير قابل للتداول وغير قابل للشك. الزمالك عرض على فرجاني ساسي مبلغ ومش هيزود عنه، وانا مع ادارة الزمالك ان المبلغ ده ما يزيدش، لانك لازم تحط سقف للعيبة، لان ما ينفعش لعيب بياخد له 40 50 مليون جنيه ولعيب تاني بيعمل نفس المجهود بل وافضل مثلا زي طارق حامد وبياخد مثلا 15 مليون جنيه. ما ينفعش ما ينفعش، انت كده بتبوظ للفرقة. زائد ان فرجاني ساسي لعيب كواليتي كويس وكل حاجة، بس فرجاني ساسي يعني ما جابليش بطولات. ايه سوبر مصري من مباراة؟ ايه سوبر افريقي من مباراة؟ الكونفدرالية ما كانش موجود في ماتشات كبيرة وماتشات كتيرة فيها، واولهم كان النهائي. ففرجاني ساسي عمل لك ايه؟ فرجاني ساسي جاب لك دوري؟ فرجاني ساسي جاب لك دوري ابطال افريقيا؟ فرجاني ساسي عمل لك ايه؟ اللي هم البطولتين الاهم لنادي الزمالك والنادي الاهلي اللي بينافسوا عليها كل موسم. ففرجاني ساسي هو وكيله عاوزين مرتب سنوي لفرجاني 2 مليون يورو و400 الف. تخيلوا بقى الرقم ده كم؟ اضرب بقى 2 مليون و400 اليورو، قول مش عارف ب 18 ولا ب 20، شوف هيطلع كام؟ بتتكلم في 50 مليون او 60 مليون. هل ده ينفع؟ الزمالك عرض عليه 2 مليون دولار وده رقم كويس جدا، 30 مليون جنيه ما بياخدهمش زميله علي معلول اللي في منتخب تونس برضه، اللاعب الكويس اللي مؤثر جدا مع النادي الاهلي، ما بياخدهمش علي معلول مليون دولار. علي معلول مليون دولار، انما النجم والتوكه والضفيره مش هينفع معانا، وبالاخص ان احنا لو بناخد بطولات هزعل عليك، انما احنا ما بناخدش بطولات، احنا ما بناخدش بطولات، احنا خلاص معظم البطولات فقدناها. فتمشي تقعد يا عم فرجاني، الباب يفوت جمل. اقسم لكم بالله لما كان طارق حامد بيلعب جنبي امام عاشور الفرقه كانت افضل، رغم اعترافي بان فرجاني ساسي كواليتي هايل، لعيب رائع، لعيب كواليتي قليل جدا لما تلاقيه. بس انا بكلمكم على وقائع، مش بقول لكم ان امام احسن من فرجاني، لا، بس انا بقول لكم ان امام لما لعب جنب طارق الدنيا كانت كويسه وكسبنا ماتشات كتيره، كسبنا الجيش 3-0 وكسبنا الماتش المصري وكنا بنكسب وكسبنا انبي على ما اعتقد امام كان بيلعب الماتش ده، فكسبنا كذا ماتش ورا بعض لما خدنا كذا مباراه ورا بعض مع باتشيكو كسبناهم. والله الزمالك ما بيقف على حد، والله الزمالك ما بيقف على حد. نجوم كتيرة كانوا بيلعبوا في الزمالك واعتزلوا، واللي توفى واللي مش موجود واللي سابنا ومشي. الزمالك مش بيقف على حد، الزمالك هو اللي بيصنع اللعيبة. والله ما في لعيب بيعمل الزمالك. فرجاني ساسي بنسبة كبيرة ممكن تبص ليه الموسم الجاي في بيراميدز لو هيلعب في مصر، او في الدحيل القطري اللي هو هيديله فلوس كويسة جدا. ما يهمنيش فرجاني ساسي يكون فين، بس اللي يهمني نادي الزمالك انه ما يمسكش في لعيب. نادي الزمالك اكبر من اي لعيب. وهفكركم والايام بيننا، والحلقه دي تبقى حجه عليا، ان فرجاني ساسي لو مشي من الزمالك مش هيبقى باللمعان والتلميع اللي هو فيه دلوقتي. اللهم بلغت اللهم فاشهد. لو اختار الفلوس يبقى هو بيفقد حاجات كثيره جدا جدا جدا، نجوميه وشعبيه نادي الزمالك مش هيلاقيها في اي مكان تاني. وصلنا للنهايه، وفي النهايه لو زملكاوي بتحب دايما تتابع اخبار الزمالك وتحليلات ما بعد مباريات الزمالك، فاكيد اسعدنا اشتراكك معنا في القناه وتفعيلك لزر الجرس. وفي نهايه الفيديو لو الفيديو عجبك اكيد هتدعمنا بلايك للفيديو. اشوف حضراتكم على خير باذن الله تعالى، والسلام عليكم.